اروح وياكم الى معهد الكويت للابحاث العلميه وانجاز علمي جديد للمعهد والمتمثل في استزراع اسماك الشيم في احواض مغلقه. طبعا خطوه متميزه للمعهد، خاصه وان سمك الشيم من اجود انواع الاسماك في بحرنا هنا عندنا بالكويت. نجاح المعهد في استزراعه داخل احواض بمعايير ومواصفات دقيقه علميه انجاز يستحق الاشاده امانه. الله، شيم وقام يزرعونها ما شاء الله، شيء وايد حلو وايد جميل. يمكن الشيمة جاتها فترة يعني شحت عندنا في البحر، صارت قليلة جدا، فالاستزراع وقتها يعني نقدر فالاستزراع هو طبعا شحت قبل 8-7 سنين أو أكثر، لكن مع الوقت الحمد لله رب العالمين معهد الكويت للأبحاث العلمية يعني جزاهم الله خير. قبل فترة الربيان، وقبلها كان الشعم والسبيطي، وتالي الشيمة الحين. بس يا ريت أيضا يكون في دعم لهذا المكان، إن شاء الله شركة نتمنى تصير كويتية تستحق، إيه شركة كويتية، يعني ما نقول إحنا والله شركة خاصة، لا شركة مثل مؤسسة حكومية تمسك هذا الأمر ويصير الدعم أكبر ويصير أيضا في مخزون غذائي. بالضبط، هذا أهم شيء خصوصا في هالوقت وهذه الأزمات اللي قاعد نمر فيها في العالم. إذن للمزيد حول تفاصيل هذا الإنجاز ينضم إلينا الزميل نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت من معهد الكويت للأبحاث العلمية. نواف صبحك الله بالخير، طبعا مثلك عارف الشيم أكل الحشيم ويا ريتني مكانك. شنو هي تفاصيل هذا المشروع ومدى إسهامه في تعزيز الأمن الغذائي؟ صباح الخير نجيب، وصباح الخير مها، وصباح الخير لكل من شاهدنا الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح. أكل الحشيم، صح أنا وياك أتفق وياك يا نجيب على الشيم وأكل الحشيم. وشوف ما شاء الله الأحواض اللي ورانا قربت شويه، قط خيطه. احنا متواجدين مثل ما تفضلت نجيب في معهد الكويت للابحاث العلميه في منطقه السالميه، وهنا دائره الاستزراع الاسماك في معهد الكويت للابحاث العلميه. نعم، عودونا معهد الكويت للابحاث العلميه من بعد استزراع الربيان، اليوم جينا عند استزراع اسماك الشيم. وحول هذا الموضوع والانجاز الذي تحقق من قبل معهد الكويت للابحاث العلميه حول استزراع اسماك الشيم، يسعدنا ان يكون معنا الان الاستاذه اماني الياقوت رئيس مشروع استزراع اسماك الشيم في معهد الكويت للابحاث العلميه. صباح الخير استاذه اماني. صباح الخير انت وكل اهل الكويت. نجيب والكل يقول الشيم اكل الحشيم، اكيد اعطينا هالمشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع احنا نحب نهديه حق الكويت وحق اهل الكويت. الشيمة تعرف ماكل الحشيم، اسمكه صعبه انهم يصيدونها، اسمكه مهدده بالانقراض. مثل ما تعرف ان عندنا نقص في الاسماك اللي توفرها المصايد السمكيه عندنا بالكويت، ويتم استيراد 85% من احتياج السوق المحلي، فكان بالتالي لازم ان يكون عندنا صحوه ويكون عندنا نهضه لصناعه الاستزراع السمكي بالكويت. وعلشان نسوي هالصناعه وتكون يعني تجاريا ناجحه عندنا بالكويت، تم اختيار بعض الانواع اللي يتم استزراعها بنجاح في دول العالم الاخرى، مثل اسماك السيباس الاسترالي وغيره. لكن فكرنا ليش ما يكون عندنا سمكه كويتيه محبوبه مفضله عندنا بالسوق المحلي عندنا بالكويت بين اهل الكويت، وبنفس الوقت نقدر نستزرعها وفيها كل مؤهلات للسمكه الجيده للاستزراع، سرعه نمو، طعم لذيذ، سعر سوق عالي، فاخترنا الشيمه. استاذة أماني، يعني خلينا نقارن ما بين كان استزراع الربيان والناس تكلمت شو اللي يفرق بين الاستزراع وبين الربيان البحر، الحين نفس الشيء الموضوع على الشيم يفرق؟ إن شاء الله ما يفرق، لأن فكرة الاستزراع ودراسة الاستزراع بشكل علمي مفصل المفروض أن احنا نوفر حق السمكة أو أي كائن حي احنا بنربيه في الأحواض كل البيئة اللي هو يحتاجها من ناحية نوعية جودة المياه، كمية الأكسجين، نوعية الأكل المناسبة حق النوع اللي احنا بنستزرعه، ونحاول أن احنا نسوي مثل محاكاة للطبيعة ونشوف شلون الله سبحانه وتعالى خلق السمكة وشنو هي محتاجة ونوفر لها في التربية. فإن شاء الله بتكون من ناحية الطعم بتكون مشابهة جدا للطبيعي، نحاول ان احنا نوفر لها كل اللي هي تحتاجه. يمكن الكنترول قاعد يقولوا لي راح ينزل السوق ولا متى؟ ان شاء الله باذن الله المشروع توفى بدايته، تونا بدينا هذه السنه الثانيه للمشروع، ولكن الحمد لله لان كان الانجاز سريع طبعا بفضل كل فريق العمل اللي موجود معنا هنا، فريق رائع من شباب الكويت. المميز في المشروع انه هو 100% بايدي كويتيه الحمد لله، وان شاء الله قريب بيكون مع القطاع الخاص، والقطاع الخاص هو اللي ينزل السوق. استاذ اماني سؤال اخير، من اللي داعم لكم؟
الدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. المشروع هذا شوية مميز بروح وطنية، أن في مجموعة من الشباب الكويتيين قطاع خاص آمنوا بالفكرة من أول يوم قعدنا معهم من قبل 3 سنوات، عرفوا أنهم السمكة هذه لها سوق رائع ولها مستقبل، فساهموا في تمويل المشروع وهذا شيء جدا مميز. المشروع يتم بالتعاون مع القطاع الخاص من أول يوم، مو عقب ما نجحنا والقطاع الخاص يستلم منا النجاح، من البداية هم معنا. كل التوفيق لكم إن شاء الله أستاذ أماني، وهذا شيء ليس بغريب عليكم كل العاملين في معهد الكويت للأبحاث العلمية، إن شاء الله يعني نكون لنا لقاء آخر ووفرة من جميع الأسماك إن شاء الله، مو بس هذا الشيء. شكرا لك، شكرا لك، شكرا. نجيب، يعني سمعنا إلى الأستاذة أماني الياقوت، هي رئيس مشروع استزراع أسماك الشيب في معهد الكويت للأبحاث العلمية، حقيقة يعني إنجاح وإنجاز كويتي نفتخر فيه جميعا. إحنا إن شاء الله بعد الهواء راح نسكر الكاميرا وراح نفتر شويه بالمعهد. تفتر؟ لا قول الصج نواف، تفتر ولا وياك مقام صغير حاط فيه شيمتين تجينا بعد يعني ترى كلنا اخوان نستاهل. انا اقول وياك الفلينه ترى فاضيه للحين ما ترسناها. زميل نواف الشراكي وراس التلفزيون دوله الكويت، شكرا لك وشكر موصول لضيفتك الكريمه.